السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم تنسوا تعملوا اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتعملوا لايك عشان يوصل لكم كل جديد. والآن نوفيكم بأسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الاثنين 24/6/2024، ونبدأ مع العلم بأنه يتم إضافة من 1000 إلى 2000 جنيه على الحديد كقيمة ضريبة مضافة ورسوم نقل، ويتم إضافة من 100 إلى 200 جنيه على أسعار الأسمنت. جاءت أسعار الحديد اليوم كالتالي: في شركة عز 41,100 جنيه، ووصل سعر حديد بشاي 41,000 جنيه، وبلغ سعر حديد السويس 39,000 جنيه للطن، فيما حقق سعر الحديد اليوم في شركة المصريين 41,000 جنيه، بينما يبلغ سعر الحديد الكومي 36,500 جنيه للطن، فيما سجل العشري 36,500 جنيه، كما بلغ سعر حديد مصر ستيل 36,200 جنيه، وسجل سعر حديد بيانكو 37,000 جنيه، وجاء سعر أسمنت المسلح اليوم 200,000 جنيه. أما بالنسبة لأسعار الأسمنت فقد جاء سعر أسمنت المسلح اليوم 2000 جنيه، وصل سعر أسمنت النصر 1920 جنيه، وصل سعر أسمنت جنوب الوادي 1940 جنيه، بلغ سعر أسمنت العسكري 1950 جنيه، وصل سعر أسمنت المصريين 2060 جنيه، وصل سعر أسمنت السويدي 2100 جنيه، كما سجل سعر أسمنت السويس 2000 جنيه، وسجل سعر أسمنت حلوان 1980 جنيه، وبلغ سعر أسمنت المخصوص 1970 جنيه. وبهذا قد وفيناكم بأسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الاثنين 24/6/2024. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتعمل برايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.